نصائح لتحبيب القراءة للأطفال. تعتبر القراءة بمثابة البوابة التي يلج منها الطفل إلى عالم المعرفة ووعيا منهم بأهميتها. نجد الآباء والمدرسين يبذلون قصارى جهدهم لتعليم الأطفال مهارات القراءة وتحبيبهم إياها. وللمساعدة على ذلك، نقترح عليكم اليوم نصائح أساسية لتحبيب القراءة للأطفال وجعلهم يقبلون عليها ذاتيا. التركيز على القصص المصورة في السنوات الأولى. تعتبر القصص المصورة من الوسائل الفعالة لتعويد الطفل على القراءة الذاتية نظراً لتوظيف الصورة كأداة مساعدة على فهم المحتوى، كما أنها تجذب الأطفال في السن المبكرة أكثر من الكتب الخالية من الصور. المصاحبة. ينبغي على الآباء تخصيص وقت معين لمساعدة أبنائهم على قراءة الكتب، خصوصاً في السنوات الدراسية الأولى، نظراً لما يجده الأطفال من صعوبة قرائية في هذه المرحلة. تجعلهم في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي والمعنوي لآبائهم. إنشاء مكتبة خاصة بالطفل. بهذه الطريقة ستجعله يتعود على احترام الكتب، وستحفز رغبته في إنشاء مجموعة خاصة به من الكتب التي ينبغي مساعدته في اختيارها دون التدخل المباشر في ميولاته. القراءة أولوية. تزخر حياتنا اليومية بمصادر معلوماتنا عدة أكثر جاذبية من الكتب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكتب بدأت تفقد مكانتها. لذلك وجب التدخل لتنظيم الوقت وتخصيص حصة يومية للقراءة. ربط القراءة بالهواية. يمكنك إهداء كتب لطفلك لها علاقة بمهاراته وهواياته، كإهداء كتب تهتم بالرياضة للطفل يحب ممارسة هذه الأخيرة. الصبر. كن صبورا ولا تنتظر نتائج فورية عند تطبيق هذه النصائح، وتذكر أن إجبار الطفل على القراءة يفقده المتعة، ومن يفقد متعة الشيء ما يتركه في أول فرصة تتاح له. إلى اللقاء.